وخلال لقائه بمعالي السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية في الدفع بالخطط الاستراتيجية للاتجاه نحو الرقمنة في الدول العربية. وأشاد العسومي بمنجزات المملكة المغربية في مجال الرقمنة، مؤكدا أن استضافة المملكة المغربية للاجتماع الثاني للمجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي فرصة للتعرف عن قرب على ملامح التجربة المغربية وتبادل التجارب العربية الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بالمبادرات والبرامج الطموحة للبرلمان العربي من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين البرلمانات في الدول العربية.